يتهمونها بالطائفة في مجتمع حديثي أن الطائفية أنا الطائفية أن الإسلام يعمل على تغويض الطائفية. إني أرى أن هذا الحديث فيه لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق، وفيه إجحاف بالنسبة لأغلبية المسلمين في هذا الوطن. فنحن هنا فنحن نعلم أن الطائفية تنبع من الإسلام وتصب في الإسلام، وقياسا نرى أن عندما غمد الدعوة الإسلامية وبعد الخلفاء الراشدين وجدنا المذاهب الأربعة، فهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، وقد أجمع جميع العلماء على أن هذه المذاهب صحيحة. فنحن عقلا نرى أن الطائفية صحيحة، فكيف يكون الإسلام يعمل على تقويض الطائفية والطائفية لا تخالف الإسلام في أي شيء من أركان من فروعه أو أصوله، إنما هي نابعة من الإسلام وتصب في الإسلام. أرجو من الأستاذ محمود أن يوضح لنا حديثي هذا. حقيقة الطائفية ما بتنبع من الإسلام، الطائفية ذاتها بتنبع من مفارقة الإسلام. وأفتكر الطائفية برضه بتحتاج لأن تعرف. أنا قبل كده أظن قبل ليلتين في واحد يتكلم عنها بصورة ما دل على أنه واضحة في ذهنه. الطائفية معناها أن تطيع رجل أخطأ أو أصاب، دي معنى الطائفية. لكن إذا كان جماعتكم فكرة، الفكرة أنت بتملكها وواحد تاني بيملكها والميزان بيناتكم الفكرة، دي ما طائفية. فالإسلام هو اجتماع على لا إله إلا الله، الطائفية اجتماع على الرجل أخطأ أو أصاب. الفرق فيه هنا أبو بكر من الأول حذر منها، أول خليفة قال لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا الوعي اللي لما يجي الإسلام بينشروا زعماء الطائفية بنتهوا، لأنه أنت رجل دين وهو رجل دين، ما بتفاوت ما بتتفاوتوا إلا بالمعرفة بالله. هو لما يكون أعرف منك بالله أنت ما طايعه هو في الحقيقة، أنت طايع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نحن لما نطيع النبي ما طايعين النبي بالمعنى اللي بيطيع به زعماء الطائفية، أمرونا بالخطأ وأمرونا بالصواب، لأنه ربنا جعل النبي من الكمالات العرفانية بحيث لا يحجبنا عن الله، ما بيأمرنا بحاجة إلا أمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الفرق بين الطائفية هو ده. الطائفية ما من الدين، الطائفية جهل بالدين بعدين استغلال للدين للدنيا. هذه بتقوم على أنه يحتفظ بي أنا وإنت جهلة عشان تجينا الإشارة ونطيعها. وزول الطائفية يقتل، يقتل النفس التي حرم الله، لكن افتكر أنه بعدين زعيم طائفته بحله من الوضع. هذه الجهالات اللي مؤكد الإسلام بقوضها. لا يمكنك أنت في الإسلام أن تؤمر بمعصية ثم تطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعاليم الدين ضد الطائفية تمام، إذا انبعث الدين الحقيقي ما في طائفية بتكون.